مرحبا مجددا. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد. اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021 بهدف توحيد وتنسيق مختلف الجهود في الدولة لحماية الطفولة ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتوفير كل الإمكانيات والوسائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم، إضافة إلى تمكين هذه الفئات في المجتمع ليكونوا في المستقبل عنصرا فعالا أسوة بغيرهم من الفئات. سيشرف على تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تطبيقهما أو الاستراتيجيتين ومتابعة تطبيقهما عدد من الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. في هذا الصدد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إن الاهتمام بالأمومة ورعاية الطفولة من أولويات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، فهم الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدول والضمان لاستدامة الأوطان والشعوب. ثمن سموه دور الرائد لسمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، في تبني المبادرات الرامية إلى دعم قضايا المرأة والطفل وتحقيق الاستقرار للأسرة الإماراتية. أضاف سموه أن أبناء دولة الإمارات من ذوي الإعاقة يمثلون مكونا أصيلا من مكونات المجتمع ولهم كامل الحق في التمتع بحياة هانئة سعيدة وعيش كريم أسوة بالفئات المجتمعية الأخرى، وأن دولة الإمارات لأهمية خاصة لدعم أبنائها من ذوي الإعاقة وتمكينهم للعب دور بناء وفعال في عملية التنمية وتحقيق أجندتها الوطنية ورؤيتها لعام 2021. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء أمس تتويج الجواد أرجيت بكأس دبي العالمي 22 للخيول بلقب الشوط التاسع الرئيس الممتد لمسافة 2000 متر ليهدي المملكة العربية السعودية اللقب الأول لها في منافسة كأس دبي العالمية. تستمر دولة الإمارات في الصدارة برصيد 10 ألقاب مقابل 8 للولايات المتحدة الأمريكية ولقب لكل من أستراليا والبرازيل واليابان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن كأس دبي العالمي للخيول إنجاز جديد ومحطة متجددة لرياضة الإمارات. وأعرب سموه عن سعادته بمشاركة خيول من دولة الإمارات والدول الشقيقة في السباق جنبا إلى جنب مع خيول من الولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية، مؤكدا سموه أن كأس دبي العالمي يستحق المنافسة بين أفضل خيول العالم لقيمته المعنوية الأغلى من قيمته المادية، وهنأ سموه جميع الفائزين في الشوط الرئيس والأشواط الثمانية الأخرى. وبحضور سموه كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قد افتتح مساء أمس الدورة 22 من كأس دبي العالمي لسباق الخيل بمشاركة خيرة الخيول العربية والعالمية، ووسط حضور لأكثر من 80,000 مدعو غضت بهم جنبات ومرافق مضمار ميدان ومسطحاته الخضراء.
وفاز المهر أورغيت ذو الأربع سنوات لمالكه الأمير خالد بن عبد الله آل سعود من المملكة العربية السعودية بكأس دبي العالمي لسباق الخيل في دورتها 22. وأقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتسليم الكأس الذهبية وجائزة 10 ملايين دولار أمريكي إلى نجل مالك المهر. زار صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، وكان في استقبال سموه لدى وصوله السيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي والدكتور معجب الزهراني المدير العام للمعهد وعدد من المسؤولين والعاملين فيه. اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته على معرض روائع الكتابة في المغرب، مخطوطات نادرة تعرض لأول مرة، وتمثل هذه المخطوطات إرث 14 قرنا من التاريخ، وأشرفت على تنظيمه المكتبة الملكية للمغرب والمكتبة الوطنية للمغرب ومكتبة القرويين ومتحف البطحاء. يستمر هذا المعرض إلى 6 أبريل المقبل. تنوعت معروضاته لشمل أو تشمل نسخا قديمة من التوراة والإنجيل والقرآن الكريم تعود في تاريخها إلى بين القرنين 9 و12 للميلاد. يقام هذا المعرض بتزامن مع انعقاد الدورة 37 لمعرض باريس للكتاب كون المملكة المغربية هي ضيف شرف هذه الدورة من المعرض. من جانب آخر، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة معرض 100 عمل من الفن العربي المعاصر الذي يقام كذلك في معهد العالم العربي ويستمر حتى 2 يوليو القادم. اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على خطط وزارة التغير المناخي والبيئة في برامجها الحالية والمستقبلية بجانب أهم المشروعات المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة في الإمارة. استمع سموه من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة خلال استقباله في قصر سموه اليوم في مدينة صقر بن محمد، استمع إلى شرح مفصل حول عدد من المشاريع وخطط تطوير الخدمات في الإمارة، إضافة إلى مشروع ودعم الصيادين والمزارعين وتوفير الاحتياجات المطلوبة لزيادة الإنتاجية في القطاعين، فضلا عن سبل مكافحة التلوث وحماية البيئة والمحافظة عليها. هذا وحضر المقابلة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي. اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل الوزارة وعدد من الضباط في مقر الوزارة على جهاز بتقنية مستحدثة تم استخدامها مؤخرا في مركبات الدفاع المدني في العاصمة أبوظبي للمساهمة في تقليل زمن الاستجابة عبر توجيه نداءات مباشرة من خلال أجهزة الراديو المتواجدة في المركبات لإفساح طريق لسيارات الإطفاء، وذلك لتمكينها من الوصول إلى مكان الحادث. استمع سموه إلى شرح من العقيد محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي عن الجهاز الجديد الذي يشكل نقلة نوعية في تعزيز سرعة استجابة فرق الدفاع المدني لمعالجة الحرائق وتلبية نداءات الاستغاثة والإنقاذ، موضحا آلية عمل الجهاز الذي تم إدخاله إلى الخدمة في سيارات السيطرة والقيادة لفرق الدفاع المدني بالتواصل مع بث أجهزة الراديو في المركبات وتوجيه نداءات ينبه سائقيها بفسح الطريق أو أي تعليمات أخرى، ومزود بخاصية النداء ب4 لغات العربية الإنجليزية الفلبينية والأردو، حيث يتم اختيار اللغة تلقائيا بحسب المحطة التي يستمع إليها سائق المركبة المطلوب منها فسح الطريق أمام مركبة الدفاع المدني. هذا وستساعد هذه التقنية التقليل من زمن سرعة الاستجابة والوصول إلى أماكن الحوادث بوقت أقل.
أطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات مسح رفاهية وتنمية الشباب من خلال فيديو تعريفي يسلط الضوء على أهمية وجود مثل هذه المؤشر للمساعدة أو مثل هذا المؤشر للمساعدة في تصميم سياسات واستثمارات أكثر تطورا لتحسين فرص الشباب. دعا سموه الأسر والشباب في جميع الإمارات للمساهمة في المسح لإنجاح تلك المبادرة باعتبارها الأولى من نوعها والتي تحاول قياس مدى تنمية ورفاهية الشباب في الدولة. قال سموه من خلال الفيديو إن مؤشر رفاهية وتنمية الشباب هو وسيلة جديدة لقياس وتحليل احتياجات الشباب في مختلف المجالات كالتعليم وريادة الأعمال والوعي بالقضايا البيئية والقيم المجتمعية وغيرها الكثير، مؤكدا سموه أن الهدف من هذا المؤشر حصر احتياجات الشباب ووضعها على رأس الأجندة الوطنية لتطوير برامج جديدة وتوفير فرص لشباب دولة الإمارات ليساهموا في مسيرة الدولة. أشار سموه إلى أن مؤسسة الإمارات ستقوم بمسح وطني على نطاق واسع لشريحة كبيرة من الشباب، متمنيا سموه تشجيع أبناء وبنات دولة الإمارات للمساهمة في المشاركة في هذا المؤشر ليتمكن صناع القرار من القيام بدورهم تجاه الشباب. هذا وتم إطلاق مبادرة المسح خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق سانت ريجس في العاصمة أبوظبي، وذلك بحضور معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وميثل حبسي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وخلود النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في المؤسسة. حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس بمنتجع دانات في مدينة العين حفل الاستقبال الذي أقامه السيد إسماعيل محمد عيل الخوري بمناسبة زفاف نجله نايف إلى كريمة سعادة عبد الرحمن العسكر. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمدعوين من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون وعيان قبيلتي الخوري وآل عسكر إلى جانب الأهل والأقارب وزملاء العريس. كما وشاركت في الحفل فرق الفنون الشعبية الإماراتية بعروض شعبية مميزة. بحثت اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2018 في اجتماع لها مع رؤساء اللجان الفرعية خطط العمل والفعاليات والسيناريوهات وترتيبات حفل الافتتاح والموضوعات والمحاور للتأكد من جاهزية تنظيم هذا الحدث العالمي الهام. في هذا الصدد قال اللواء الدكتور أحمد ناصر رئيس مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2018 قال إن الاجتماع الأول أو خلال الاجتماع الأول بمقر وزارة الداخلية قال إن هذا الحدث الدولي الهام يحظى بدعم واهتمام من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكدا العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المعرض والمؤتمر وإخراجهما بصورة تليق بسمعة وزارة الداخلية والتأكيد على مكانة الدولة وريادتها في استضافة أهم الأحداث والفعاليات الكبرى. نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجند الخدمة الوطنية، والذي يتيح الفرصة لهم بزيارة معسكرات التدريب والاطلاع على يوميات أبنائهم المجندين ومجريات التدريب الذي يخضعون له خلال فترة التدريب التخصصي. في هذا الصدد أكد العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أكد أن اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الدفعة السابعة للخدمة الوطنية الذي أقيم في 4 مراكز لتدريب المستجدين على مستوى القوات المسلحة هو مبادرة تبنتها الهيئة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرامية إلى تعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع المدني خصوصا أولياء أمور المجندين لإتاحة الفرصة لهم، وذلك للتعرف عن كثب على الحياة العسكرية والمعسكرات التدريبية التي يقضي فيها أبنائهم المجندين فترة التدريب الأساسي ولمدة 4 شهور.
في الشأن اليمني، وجه مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي رسالة إلى المخلوع والحوثي، داعيا إياهما إلى الكف عن العبث بأمن البلاد وسلامة العباد والإقرار بالهزيمة ورفع الراية البيضاء، ذلك وفقا لإحدى الصحف السعودية اليوم. شدد أيضا على أن المخلوع والحوثي لن يفلتا من العقاب، متعهدا باسم الحكومة الشرعية بإخضاعهما لمحاكمات عادلة على الجرائم التي اقترفاها بحق اليمنيين. أشار أيضا إلى أن التحالف الذي تقوده الرياض تمكن خلال العامين المنصرمين من تحقيق غالبية أهدافه التي قام من أجلها، ولعل من أهمها زعزعة نفوذ المد الإيراني بالمنطقة والإصرار على استعادة الدولة اليمنية وتحقيق أمن السعودية من خطر الإنقلابيين واستعادة باب مندب وتأمين الملاحة البحرية من عبثهم. اقتصاديا، القيادات تهبط بسوق أبو ظبي المالي وسط تباين في التداولات، وسوق دبي يرتفع اليوم بعد جلستي تراجع وسط نمو في التداولات. نتابع. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة، بنلقاكم على خير بإذن الله.